هيك خلصنا اليوم، عملنا التوم مثل محلات الشاورما، توم غير شكل. اليوم وصفتنا كريم الثوم المتومة أو التومية مثل محلات الشاورما. عندي كبيتين مي، 4 ملاعق كورن فلاور، عندي ملعقتين كبار ليمون، عصير ليمون حامض، 4 ملاعق زيت الذرة، هون عندي 3 ملاعق لبن، ملعقة صغيرة ملح، هون عندي 5 فصوص ثوم لأن هن صغار، ملعقة صغيرة خل. بالبداية بدي جيب منجيب الكاسترول، منضيف 2 كوباية المي و4 ملاعق النشا. صرنا نعرف بالبداية أول شي عالبارد، نخفقهم كتير منيح، نرجع منحطهم عالنار، بدنا نطبخهم تيصيروا مثل عنا مهلبية. هلا حطينا على النار، بدنا نحرك كل الوقت تيصير عنا مثل جيل مهلبي. مثل ما عم تلاحظوا شوفوا الخليط صار كثيف. بعد ما بدنا نحرك شوي نرجع نحطهم بالطبق، نخلي تقريبا ساعة. أكيد أنا عم بشتغل على نار كتير هادية، خلي بعد شوي. هالعملية أخدت معي تقريبا 8 دقايق. طبخنا كتير منيح، صار عنا مثل جيل أبيض ومهلبية. بدي أطفي النار. هلا نترك الخليط تقريبا نص ساعة. بعد ساعة شوفوا كيف صار عندي خليط جامد كتير. بخلطهم بهالطريقة تتشوفوا. هلا أول شي عندي اللبن، 3 ملاعق اللبن، بنضيف فوقهم الثوم. بدنا نخلطهم كتير منيح مع بعضهم. طحناهم كتير منيح. بهالوقت أنا بدي ضيف عليهم الخليط. شوفوا هالخليط عندي هون، 2 ملاعق ليمون حامض، عندي 4 ملاعق زيت نباتي، عندي الملح 2 ملاعق صغيرة أو حسب الرغبة، وعندي 2 ملاعق صغيرة خل أبيض. كلهم مع بعضهم بدي أخفقهم. بعد ما طحنيهم بدي فرجيكم القوام. هلا بعد ما خلصنا بدنا نغطي ونفوتهم على البراد، بدهم تقريبا ساعة
ترجعوا تشوفوا.